فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الهند يقول: هل يجوز لي الإقامة في بلاد الكفر كمثل بلاد الهند؟ وهل هذا علامة على الولاء للكفار؟ الذي يستطيع أنه يهاجر يجب عليه الهجرة بدينه، أما الذي لا يستطيع فإنه يتمسك بدينه ويبقى إلى أن يزول عذره، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. نعم.